سبال اليوم في الأسبوع العاشر من الدوري العشاقة هي لغة الأسى لغة الدمع والحديث وحديث أري بمحاولة أمامية من جانب فريق سبال وتمر الكرة لكن في الوضع الحالي الأمور مفتوحة على مصراعيها هنا العرضية محاولة لتمرير أمامية لكن تبعد وتسديدة الله قد تكون فرصة لتحقيق الانتصار التقدم لي الأمام والمحاولة هنا لي المرور والعرقلة حاضرة وماركوس بيتسيني حكم المباراة والتقدم لي الأمام هنا التمريرة والبحث عن تسديدة لكن تمر مباشر والانطلاقة من هكال تمريرة أمامية مرور عن طريق بيونتك وحكم المباراة قال ما في لي هذا النادي والذي ترعرع وتربى وتدرج ونشأ ضيق التمريرة ملعوبة حول منطقة الجزاء والتسديدة ملعوبة داخل منطقة الجزاء ومحاولة هنا ويجز معنى الحظ أمامه هو فريق سبال دائما الحظ في للأمام محاولة المرور وتقدم الكرة العرضية وتقدم والكرة العرضية لكن تبعد وتصل إلى فرانكيسي توارثة خلف بعضها البعض جعلت الميل الآن يظهر بهذه الطريقة بحث عن العرضية كرة ملعوبة مرية وصمويل ماشي وين باحثين عن المرور وعن العرضية وها كان نقلة إلى فرانكيسي يا راجل ركز يا راجل والانطلاقة التقدم هنا أمامنا والتسديدة الله جاي تقترب من الشباك وتنادي الشباك نقلة أمامية والسلام في منتصف الملعب دوناروما كرة في الأمام من جانب دوناروما والكرة تمر إلى رمي التماس وبالسلامة بالسلامة 10 دقيقة أيها الكرام وحتى الآن ما زال الحال على الدنيا بيدانيا يلعب التمرير إلى ستريفيزا البحث عن العرضية لمنطقة الجزاء محاولة ملعوبة يأتيها الاستخلاص والتقدم هنا لي الأمام بحث وإشارة إلى وجود خطأ إشارة إلى وجود خطأ يأتي الأبعاد ما زالت قائمة محاولة لها التقدم والانطلاقة والعرض حاولة المرور والعرضية ملعوبة من هاكان ويا فرانكيسي قلنا أنت قلنا الحظ دوما معك هنا لكن خطأ على فرانكيسي الأمام إلى فيكاري ملعوبة كرة فيكاري الأبعاد حاضر وإشارة إلى وجود خطأ إشارة إلى وجود خطأ نقلة أمامية إلى هاكان جل هنقله هاكان وين الكرة هاكان العرضية من هاكان وتمر إلى ركلة مرمى تمر للأمام محاولة الإبعاد هنا أمامنا بعدها يكمل الحديث والخطأ خطأ على الميلان خطأ على الميلان كما ذكرت بقرار سياسي مثل هذا القرار بعدها حزنا وانت كرة لصالح فريق سبال ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية خطير الكرة الماضية عن طريق تقدم للأمام وكرة ملعوبة إلى ثيو هيرنانديز مستخلصة من أمام هيرنانديز وخطأ الكرة إلى موساتشيو تمريرة في الأمام من جانب موساتشيو لكن راية التسلل راية التسلل حاضرة تمر مباشرة الكرة وتصل إلى آخر اللاعبين دوارتي في المنتصف هي داخل منطقة الجزاء ما زالت قائمة للميلان التمريرة ملعوبة لكن نقلة ملعوبة والكرة داخل منطقة الجزاء المحاولة هنا وجود أمامنا التي محاولة المرور عن طريق فرانكيسي يلعبها أمامية وتقال وجددا نقلة وكرة إلى حارس المرمى تياغو كرة في الأمام من جانب تياغو يلعبها تياغو التغطية للأمام يلعبها أمامية أليساندرو مورجيا العرضية و 98 إذا ما قنتني الذاكرة نعم سمير بلوفة من أول الأسماء كرة جميلة هنا الاستلام والتمريرة للأمام والبحث عن تسديدة ومرت يا باكيتا ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء والإبعاد التقدم هنا أمامنا والمحاولة للمرور التقدم والتسديدة لكن هذا ما أتأكل عيش مع دوناروما إلى سامو يا سلام كرة لهاكان لكن طالت وكبار الميلان في كل عام تتجدد أعاود المتابعة ولا يفرط فيها وكذلك وكرة داخل منطقة الجزاء والكرة العرضية ملعوبة ولكن أندريا باحث عن العرضية أندريا ما زال أمامنا حاولة التقدم والانطلاقة وهنا إشارة إلى وجود خطأ إشارة إلى وجود خطأ
مباشرة تجد تقدم هنا أمامنا والتسديدة، لكن تبعد لكن ما مشت معك يا هرنانديز، ما مشت معه هرنانديز، وخطأ يأتي لصالح أندريا. نقلة أمامية وكرة انطلاقة جابرييل في المرور على عودة من جانب جابرييل، الكاس يبحث عن المرور والتقدم والعرضية، ولكن ملعوبة كرة فرانكيسي والعرضية تأتي صافرة الختام لشوط المباراة. الشوط الثاني أترككم في رعاية من الله وحفظه. تيميوني كوريتش وريكا ولدينا، لكن بلا جدوى التمريرة، يا سلام، ولكن يا فرحة ما تمت، يا فرحة ما تم، وتقدم وتمريرة، كرة ملعوبة باكيتا. أتي المباراة التي كالابريا في منتصف الملعب داخل منطقة الجزاء، البحث عن كرة عرضية ومحاولة للمرور والانطلاقة هنا والتسديدة، لكن بعيد هرنانديز، كرة أمامية واستلام، لكن يأتي الإبعاد، الضغط هنا عن طريق بن ناصر، وخطأ على بن ناصر، خطأ على بن ناصر. أمامية وانطلاقة في الأمام والكرة ملعوبة، هاكان يا راجل، وين 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 يا هاكان، هبت رياحك فاغتنمها. وكرة تلعب داخل منطقة الجزاء، يأتي الإبعاد هنا، يلعبها هاكان داخل منطقة الجزاء، وتبع موجودين مع الفريق، وسوسو يأتي إلى داخل أرضية الملعب، سوسو الذي انخفض مستواه بعض الشيء خلال هذا الموسم، وهذه من الأمور أيضا ملعوبة، تمريرة للأمام والاستخلاص والمحاولة لكرة عرضية، لكن تبعد من أمام هرنانديز، وخطأ على هرنانديز، ومحاولة داخل منطقة الجزاء، كيسي، والمحاولة هنا للمرور والكرة العرضية، يوم بأموال طائلة لنفسه وللمؤسسة، وما سار هذه الأسماء كبيرة في المستطيل الأخضر، لكن الأسماء المتعلقة بهم الأمر بعيد، والإدارة ليس لها علاقة بالفنيات داخل أرضية الملعب، هذه أمور أيضا لها أثرها، بالإضافة إلى وجود 40 انتداب، بالإضافة الأولى نترقب وننتظر التقدم في الأمام والتسديدة في الجول، في الجول، أصبحت فرحة تامة، فرحة كاملة، وتنفس الصعداء بيولي ومعها الأنصار والعشاق صغارا قبل الكبار، قلنا يا جماعة شكلها واضح، حدث إلا ربع وأتم الحديث وأمن على حديثنا، سوسو يضعها في الشباك مدونا الفرحة ومدونا الهدف، مدونا الهدف، البهجة راسم الفرحة، هل من عرضية ورأسية ولا ننتقص أبدا من تاريخهم، من قيمتهم، من عظمتهم. كبيرة في الأمام وكرة تصل إلى فرانكيسي في منتصف الملعب، تقدم، حاول لي المرور والتقدم، تبعد مجددا، وإشارة إلى وجود خطأ، إشارة إلى وجود خطأ، هذا الأمر كما تكرر سابقا، لكن أعتقد أن لن يتكرر هذا الأمر اليوم بالواقع الذي نراه أمامنا، بدأ تنهال البطاقات الصفراء، وهذه المرة كرة موجودة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، والإبعاد يأتي، وإشارة إلى ثانية، يتقدم للأمام أندريا داخل منطقة الجزاء، وإلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية، وكرة تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، المحاولة للرأي والعرقلة، وتحت الفرصة، الله، جميلة، باحثا عن المرور، مر العرضية والرأسية، ولكن كرة ملعوبة مجددا داخل منطقة الجزاء، نقلة للأمام، كالابريا والتمرير، حاول للتقدم والبحث عن كرة عرضية من جانب كورتيتش، جاسمين كورتيتش، هو خطأ